فاطمة، طبعا جاني جوابك وغسل قلبي يم القلب المغسول، حطيته في جيبي لحد ما خلصت اللي وراي، شلته وطلعت على الأستاذ طلعت على طول. بصراحة وما انتش غريبة، ما عادش القلب معاه يقدر يقعد مكفول، ما بطيقش دلوك إلا معاه آخد ودي في الجول. الفرق ما بين الأستاذ طلعت والملوي يا فاطمة مش إن ده بلدياتي والتاني غريب، ولا إن ده غلبان زي حالاتي وطلعت أفندي أفندي بحزام وقميص. الفرق إن ده يقدر يدي وده لا. الإدي عند الملوي فلوس، والإدي عند الأستاذ طلعت بس كلام، بس كلام عمره ما يتقدر بفلوس. والفرق يا فاطمة ان الاستاذ طلعت غير انه بيقدر يدي، بيدي اتعلمت معاه اقدر اخد ودي، واللي اخده مش لازم يبقى تقله في يدي، ومش كل الافنديات تقدر تدي يا فاطمة. هنا في اسوان ياما افنديات وبتتقلب قدام عيني، اوحش من بعض، اوحش من عبد الرحمن الكرش اللي بيدي للجبلاية فلوس بربه، واللي ما يطلعش القرش الا اذا كان حيعد له شاي القرش. مشونا باتنا وماتنا السكة غلط، احنا طلعنا نلاقي صغارنا تعيد الشورى على كبارنا، لو نستعجل حد غريب ونبحله بمواجع نبقى في عين كبراتنا يا فاطمة زي اللي كسروا صندوق الجامع. وطلعنا لقينا الدنيا موروثة خلاص، متقسمة عيلات وبيوت، بيت صالح، بيت العكرش، بيت بسلمي، ده أخوي وده جوز خالة أمي ودي أم مرات عمي، والبيت ده ما يفتحش في وش البيت ده غير بابه. عمري ما في الجبلاية يا فاطمة شفت بيوت فاتحة قلوبها لبيوت إلا لما حد يموت. الموت بس اللي بيجمعنا يا ناس جبلاية الفار، نقعد مع بعض كأننا نخل في كرم، نهبت ريح على كل اطوحنا زي الكل، وانسكت الهوى يسكت على الكل، لكن نخلة جعانة عشطانة شكوتها للتاني يا عار. مين قال يا ام ولادي فتح القلب خطيه؟ جيني ومتقلنا دول حبايبكم، دول نسايبكم، دول عدوينكم، واذا حس القلب بميل للجهه المش مرسومه كفر. جبلايه الفار اكتر من مليون جبلايه فار، كل طاقيه ماشيه لوحدها، كل بيبان بيت جبلايه فار. ان قلت ابو امي راجل طماع حتى ان كان طماع حرام واخش النار، تنخر فينا العته في مطر، احنا ما نتقدمش، اللي يتقدم كافر، نقعد لا نقول له ولا نصرخ ولا نعافر، لما نموت بعد الزول ما يموت منينه يدور على اخوه التاني الحقاني، يدور على مرته اللي كان نفسه يتجوزها يا فاطمه ولا اتجوزهاش، يدور على البيت اللي كان يرتاح فيه وتحرم في الدنيا عليه. في الجنة بس يا فاطمة يقدر ايها واحد يمشي مع ايها واحد، يعمل بيته اللي بيرتاح فيه، ويعمل عمره اللي عاش غيره وفضل طيلة عمره يحلم بيه، يبنيه طوبة طوبة في راسه وشباك شباك لحد ما يكبر ويكهل ويتوه منه عمره ويتفكت زي حبوب السبحة، لما الواحد شعره يشيب قلبه يشيب جسمه كمان بيشيب، والدنيا اللي كانت تحت صوابعه ومش قادر يحياها تترمي في الهو زي شموش المغرب لما تغيب. يا عباد الله كل الدنيا مقلوبة يا فاطمة، شايفها بعيني مقلوبة، شايف جبلاية الفار متشندلة قدام عيني ومغلوبة، كله مش مظبوط، كله مش مظبوط، بتعب راسي بتتعب وتلف وتندار،
وساعات اتمنى لو ارجع تاني حراج بتاع جبلاية الفار، البدن اللي شايل راس العظم، الايد والفاس والضحكة الفارغة مع الانفار. في الصبح اصحى مع الجديان والفروج، ومع الليل زي الفروج اتلم، بس خلاص رجلي زلقت واخدني المشوار. ساعات اقعد ابحلك في الحيط 100 ساعة، الملوي يا فاطمة يضحكني يونسني، انما الاستاذ طلعت عطويه جايبالي الهم، بس انا غاوي الهم اللي خلاني اشوف. قال لي بعد ما رجع لي المظروف، سلم لي عليها وعلى عيد وعزيزة، فاطمة اميرة يا حراجي وليها حق. وقعدت اتكلم وياه ساعة لما تعبت، طبعا هو تملي يقول للشغالة حراجي ده متعب، والله ما فيه في الدنيا يا فاطمة واحد متعب زيك يا استاذ طلعة، ده كلامه تقولي مناشير. النبي في ساعات من كتر ما بتعب وانا بسمع له راسي بطقطق. لو قفلت جوابي من غير ما اسلم على عيد وعزيزي، يمكن بكرة تزفيني بخطاب من الخطابات اياها لان عارفها وانت عارفها. لكن معقولة يا فاطمة اسأل على الولد وانت حسك للدنيا وعال؟ معقول اعمل والد على الولد وانت يا فاطمة بعشر رجال زوجك لص حراجي؟